ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وفيديو جديد، والفيديو النهارده عن ده دهان. انا كنت جايباه دهان هندي، كنت جايباه من نستو، اسمه ابو نمر. الدهان ده حلو جدا 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 جدا، يصلح لحاجات كتير، يصلح للناس اللي عندها مشاكل والام في المفاصل، الركب، القفلات بتاعت الايدين من عند المعصم، حتى لو عند صوابعك فيها ألم ما بين العقل. حلو جدا، حلو جدا وقت البرد، حلو جدا للألم بتاع الظهر، بتاع الكتف، بتاع الرجل. جميل جدا جدا جدا، مسكن هايل، ولو البرد بيحاول ان هو يعالج. حلو جدا صراحة. انا يعني لما جبته في البداية هو معلوش ولا كلمة عربي اصلا، ولا حتى ولا كلمة انجليش، هو كله الكلام اللي عليه هندي. بس صراحة يعني لما يعني سألت ناس شكروني فيه جدا، ناس من الهنود بيستخدموه شكروا فيه جدا جدا جدا. هو ما اعتقدش ان هو موجود في مصر، بس لو هو موجود في مصر هتبقى حاجة حلوة جدا. هو ريحته قوية قوي، عاملة زي ريحة الفيكس. الفيكس الناس اللي عارفة الفيكس ريحته قوية جدا زيه، وتقريبا هو فيه كركم كمان، لانه اول ما هو اصلا من جوه لونه اصفر، يعني هو من جوه لونه اصفر، لونه اصفر كده. انا مستخدمه منه على فكره كتير. تقريبا في كركم، لان في ريحه الكركم. وتقريبا لما حاولت اترجم شويه الكلام اللي مكتوب قريت ان في كركم. سعره مش غالي خالص، دي تقريبا ب5 ريال او ب6 ريال، كنت جايبها من نيستو. وعلى ما اعتقد مش هيبقى موجود غير في حته كده زي نيستو، لان نيستو شويه في كده عنده سيكشن كامل ليه علاقه بالحاجات اللي هي ابو نمر وابو شنب والحاجات اللي هي المراهم اللي هي الهنديه، لان انا ما كنتش بلاقيها في اماكن كتير. يعني ما كنتش مثلا بشوفها في كارفور ولا في باندا ولا، وما لاحظتش برضو الحاجات دي موجوده في الاماكن اللي هي بتبيع ب5 ريال. يعني نيستو بحسه اكتر مختص بالحاجات دي، او بقى ممكن تلاقيها في محلات العطاره اللي موجوده في شارع العطاره اللي عند سوق الذهب، برضو بمحلات العطاره بتبيع الحاجات دي. سعره زي ما قلت لك هو مش غالي خالص، سعره رخيص، مفيد جدا، بيسكن الالام وبيسكن الاوجاع. انا عن نفسي بستخدمه. بس النصيحه لاي حد هيستخدمه وهيدهنه، لما بعد كده تيجوا تلبسوا اي تيشرت، يا ريت ما يبقاش التيشرت فاتح خالص، لان لو ابيض هتلاقي الابيض بقى اصفر. لان انا عملتها وكانت النتيجه مش حلوه خالص يعني، وبيلزق وبيثبت اللون، بيثبت فيه عشان الكركم. فبقى هتضطروا بقى الابيض ده تحطوا له كلور، ولو لون فاتح ممكن يمسك فيه، هتضطروا تحطوا كلوروكس او حاجه. فالنصيحه لو هتستخدموه البسوا تيشرت غامق بعديه يعني. ويفضل ان انتوا تستخدموه بالليل قبل النوم، يعني ما تستخدموه يعني ما تحطوهوش وتنزلي بيه، يعني الافضل. هيساعدك في حاجات كتير. انا صراحه حبيته جدا، لانه فعلا سكن الام كتير عندي في المفاصل وفي الظهر، فحلو جدا. كمان ينفع جدا للناس اللي هم الكبار في السن. وبس، ولو عجبك الفيديو تعملي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده اللي انا هعملها. شكرا، باي باي.